السلام عليكم، ورجعنا لكم فيديو جديد. يا هلا ويا مرحبا بالجميع. اذا رحت الان لجوجل وبحثت عن GTA 5 بتجيك هذه الصفحة والمكتوب فيها ان اللعبة صدرت في 17 سبتمبر 2013. وطبعا اغلبكم يعرف هذا الشيء بما ان في كثير ناس كان عندها بلاي ستيشن 3 او اكس بوكس 360 على ذاك الوقت وقدرت تجيب اللعبة وتجربها من اول يوم او اول اسبوع بعد اصدارها. صدقني كانت تجربة خلينا نقول لن تتكرر، انك تدخل على عالم مختلف تماما عن اي لعبة صدرت على وقتها، والناس وقفت طوابير ونامت قدام المحلات بس عشان يجيبوا نسخة واحدة من اللعبة. طيب انا ليش جالس ارجع للماضي واقول هذا الكلام؟ باختصار اليوم الجمعة، حنا 17 سبتمبر 2021، اي ان اليوم هو نفس اليوم اللي صدرت فيه اللعبة قبل 8 سنين بالضبط. ما زالت روكستار لحد الان تحاول انها تستفيد من اللعبة باكبر شكل ممكن بدل من لعبة جديدة او حتى اصدار جديد من اللعبة الحالية. كنت بصراحة متوقع ان روكستار تحتفل بالذكرى السنوية الثامنة وتعطينا شيء مجانا او يصير شيء جديد بالاونلاين لفترة محدودة، يعني كاحتفالية بسيطة على مرور 8 سنين. طبعا روكستار ما قصرت معنا وعطتنا بسكليت مجانا عشان تذكرك ان البسكليت هو واحد من المركبات الاولى اللي صدرت مع اللعبة في 2013، وعلى ما يبدو ان هذه هي احتفالية روكستار بمرور 8 سنين على واحدة من افضل العابها لحد الان بسكليت مجانا. فشكرا روكستار على ولا شيء، احنا كلنا متحمسين عشان نشوف الاساليب الجديده اللي بتستخدموها عشان تسرقوا اللاعبين في الايام الجايه. طيب بكل الاحوال ما حد يقدر ينكر ان روكستار كل سنه تنزل تحديثات واضافات جديده للعبه، والاهم من كل هذا انها مجانيه وما تحتاج تدفع اي شيء. من 2013 ل 2021 صدر اكثر من 39 تحديث للاونلاين، وكل التجارات والاملاك اللي تشوفوها اليوم مثل الشركات والمصانع والبنكر والجزيره وغيرها ما كان في اي شيء منها موجود على ايام بلاي ستيشن 3 او الاكس بوكس 360. واذا بقول اني مو مهتم لهذه الاضافات فبكون كذاب بكل صراحه، بالعكس تماما. انا اشكر روكستار على كل الاضافات والتحديثات المجانية للعبة، وبسببها صار الاونلاين عالم ثاني مقارنة بالاونلاين القديم. لكن يعني حنا اليوم جالسين نحتفل، اقصد نتكلم عن الذكرى السنوية الثامنة للعبة، لانها طبعا ما في احتفال من جهة روكستار، وعلى ما يبدو اني بحتفظ في الحساب الحالي عشان احفادي في 2030 يقدروا يحتفلوا بالذكرى ال 17 لجي تي اي 5، لان روكستار مو ناوية تنزل العاب ثانية غيرها. طبعا اخر اسبوعين جت تبي تصلح الاوضاع واعلنت عن النسخة المحسنة اللي طلعت اسوأ من النسخة الحالية. في ناس لحد الان يقولوا ان روكستار مسوية مفاجأة بخصوص النسخة المحسنة، مع اني متوقع 99% ان ما في اي شيء جديد وهي نفس اللعبة الحالية تماما. بكل الاحوال وشكلي طلعت شيء بسيط عن عنوان المقطع، لكن هذه هي السالفة بالكامل. اليوم مضى 8 سنين على اصدار GTA 5، واتمنى من كل قلبي انها تكون الذكرى السنوية الاخيرة للعبة. من هنا اكون وصلت لنهاية المقطع، يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسانا من اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله.